سالي مي شيغ زيلاف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم كيف ما طلبتوا مني نبدا نخدم معاكم نمادي جهويه ديال الامتحان، يعني تستعدوا من دابا ونتجربوا راسكم. يعني دابا بما ان سالينا الدروس تشوفوا واش قادرين تخدموا، فين كاين المشكل، علاش؟ حيت الامتحانات اللي غادي نخدم معاكم غادي نبقى غادا، يعني غادا نبقى نخدم بالسهل وانا طالعه، يعني ماشي امتحانات ساهلين اقترح عليكم في الامتحانات الساهله، ومن بعد نبقاو غاديين وكنشوف يعني النماذج اللي كتكون كتحط صعيبه وفرصه ان الاسئله كتعاود، يعني طريقه السؤال كيفاش كتحط في النص والاسئله فدي، يعني على الاقل بعدا بكثره الامتحان كتولي فاهم السؤال، حافظ يعني شنو غادي تحط لك في السؤال الاول. المهم نبداو دابا كيف ما كتشوفوا هنايا معامل ثلاثة، المهم اقترحت لي هذا الاقتراح هذا ديال هذا الداكس هذا سو جوغ لا، يعني هذاك النهار هنا كنعاودوا واحد القصه، يعني نعاود على واحد وقعت شي حاجه ملي كنقول سوجور، يعني داك النهار إلي افي لو سييل بلو دي موفي جوغ اي لا ايباربيي سور لو سابل، يعني كانت لو سييل بلو وعندنا ايباربيي. شنو هي ايباربيي؟ يعني مشتين، غير مشتين في الرمله، دي ترونج بواسون، يعني حوت غريب مشتت هكا مليوح، حنا غادي نقراو ونفهمو شنو واقع مشتت فاش في الرمله. دي بواسون سي غون كولون او دي دي زوم، يعني هاد الحوت كبير لدرجه اننا نقولوا انهم دي زوم ناس، كو ديو نو بروتيج سا روسومبل ا دي زوم، يعني هما راهم بالفعل ناس، سا روسومبل ا دي زوم هما الناس اللي ميتين ومشتين في الرمله. ديو تو بويسون اون ديري دي زوم مي وي سو سون دي زوم مالور ا نو سو سون نو زوم ان بو بارتو Des corps avaient échoué sur la plage. يعني un peu partout. يعني كاع في داك البحر لي كور، يعني بحال نقولوا حنا الجسم ديال هاد ديال الجثة ديال الناس ميتين مليوحين في البحر. Il y en avait de noir. Il y en avait de blanc. La mer ne ressemblait, la mer ne semblait pas avoir fait la différence. Tous avaient les yeux dévorés. Ainsi pensa Omar, mourir ne plus voir le monde. Il examina longuement ses corps blessés. Il va examiner qui fait le corps mjrouha, ses membres mutilés. Mutilés, يعني الأعضاء ديالهم، les membres هما الأعضاء، mutilés يعني اللي مقطوعة، يعني بتر شي واحد ترجمة كيناش يتو. Ses visages entamés, ses mains écorchées. هنا كتعني اونطامي بالنسبه لي فيزاج ديالهم، يعني بحال مقموشين. سيما ايكورشي بالنسبه لي ما ديالهم ايكورشي، يعني بحال اللي مسلوخين مقشرين مليوحين مده طويله في البحر، يعني راه الجلد ديالهم كيتنفخ كيتقشر، يعني تيتقشر. سي لافغ زابيمي اي ايل سو دي كو سي زوم نو فيري بلو لو سولي سولوي او دوسو de Pnidar, ni les poissons volaient au-dessus des vagues, ni les coquillages roulaient dans l'écume. Ni algues, ni les algues, ni داك النباتات اللي كتكون في البحر، اللي النبات اللي كتكون في البحر à la surface de l'eau. Ils n'entendront plus de bruit des vagues plus jamais. Donc هنا التكست يعني ما شرحتش بالديتاي، وهنا كيهضر على المهم غير باش ما نطولش عليكم الفيديو، المهم كيهضر على الناس اللي ميتين وكيوصفهم لا ديسكريبسيون، كيوصفهم كيفاش ميتين، لي بارتي دو كور ديالهم، الاعضاء ديال الجسم ديالهم، كل حاجه. عندنا بزاف ديال لي زادجيكتيف. دونك هنا عندنا لوتور دابري يوسف امين العالمي، الكاتب ديال هاد الرومو لي كلونديستان، يعني هذا العنوان ديال القصه، يعني منين خداو لينا هذا المقتطف هذا من لي كلونديستان. كلونديستان يعني كيقصدوا بهم هذوك المهاجرين السريين اللي كيحرقوا في البحر وكيموتوا. كومبريونسيون دو ليكرين، لي كيسيون ديال كومبريونسيون. لا بروميير كيسيون كومبليت لو باراغراف سويفون، كومبليت لو باراغراف سويفون. اما كيعطيونا باش نخرجوا لا سورس، اما كيعطيوها لكم في امتحان على شكل طابلو، اما بهالطريقه بحال شكل فقره. لو تيكست اي تان نيكست خيدان، هاد لو تيكست هذا اللي قريناه مقتطف منين؟ من كونت، من رومو، هذا مقتطف من روايه. انتيتولي عقلوا لهذا الشيء، انتيتولي هي بعنوان، يعني شنو هو لا سورس ديالها، العنوان ديالها هي لي كلونديستان. اي لي تيكري بار، تكتبات لينا من طرف شكون، يعني كنقصدو هنايا الكاتب لوتور اللي هو يوسف امين العالمي. دوزيام كيستيون ريليف دو تيكست ان اليمون
qui indique que l'auteur n'est pas narrateur. يعني نستخرجوا من النص شي عنص كشي دليل شي انديس كيبين ان لوتور الكاتب هذا يوسف ماشي هو لو ناراتور، ماشي هو الراوي، ماشي هو اللي كيحكي، ما كانش في القصه. حيت هنايا عندنا لو برونون بيرسونال ان كيهضر لينا بإلي، يعني كيعاود على داك الناس ما داخلش وكيهضر بجو، ما كيهضرش على راسو بجو. كيلي لو تيب دو سو تيكست، شنو هو نوع النص هذا؟ ناراتيف. لو تيب دو تيكست ناراتيف يعني فيه الحكي، واخا عندنا لا ديسكريبسيون ولكن حنا كنشوفو شكون لي دومينون كثر، لي مهيمن كثر، واش الحكي ولا لا ديسكريبسيون، يعني كنشوف اللي كثر باش نقدر نقول. الا كانوا بحال هكا مقادين نص نص بحال هكا كنكتبوهم بجوج. ريبون بار فري او فو، يعني غادي نجاوب من خلال النص شنو فهمت من القرايه. لي بواسون اترونج ايباربيي سور لو سابل سون دي زوم، واش داك الوصف اللي كانوا كيوصفوه قال ان الحوت مشتت في في في, في البحر في الصابل في الرمله، واش هادوك عيناس غير الناس واش بهم فغي؟ هادوك راه كانوا كيقصد بهم هادوك المهاجرين هكا مشتين بحال شي بواسون. بي سيزوم افي فيني لوغ افونتور دون اون فوري، واش سلاو لافونتور ديالهم المغامره ديالهم في غابه نو في البحر، اذا فو. كومبليت لو طابلو سويفون ابارتير دو تروازيام باراغراف، يعني من تروازيام باراغراف في النص غادي نملؤوا هذا لو طابلو هذا. بالنسبه للطابلو هنا كيف ما كتشوفوا عندنا اليمون ديكري، يعني عندنا مثلا ليفغ هذا هو لي بارتي دو كور، كاركتيريزون كاركتيريزاسيون يعني باش نعتوا، هنا عندنا ابيمي هذا اكزومبل. اذا حنا رجعنا للنص ديالنا، عندنا كور الاجسام بليسي، اذا ادجيكتيف ها هو اليمون ديكري هو لو كور باش نعتوا لينا بليسي. عندنا لي مومبغ الاعضاء مالهم ميتيلي، دونك هنايا حنا عطينا لي زيليمون ديكري يعني كاعضاء الجسم، ها هما لي زادجيكتيف باش نعتوهم لينا، هما دوك اللي كتبتهم بالاحمر. هنا غادي نشوفو لا كيسيون 6، ا كي سون لي كادافر تروفي سور لو سابل، ا كي سون كي سون لي كادافر تروفي سور لو سابل، هذوك الجثث لي كادافر جثه مرميين في ديال من هذوك الجثث اللي كانوا مرميين، واش ديال دري صغار واش ديالاش؟ دونك سون دي جون زيميغري جوتي بار لا مير، هما دي زيميغري يعني حراقه اللي كيحرقوا ترموا من طرف البحر، يعني هنايا البحر لاحهم حرقوا صافي ماتوا البحر لاحهم، يعني الجثث ديال لي جون الشباب. كيل سونتيمون ايبروف لو ناراتور ديفون سيت سين، يعني شنو الاحساس ديال لو ناراتور قدام هذا المشهد هذا التريست الحزين. ليتونمون اي لا تريستيس، ايطوني يعني مصدوم على لو شوك، ولا تريستيس يعني حزين على هاد الشيء اللي وقع. دونك هذا هو لو سونتيمون ديالو. ندوزو دابا لونغ اي كومونيكاسيون. لا بروميير كيستيون، هنا كتشوفو اللونغ في الجهوي كيتحط عليه كامل 6 نقط. غوليف دون لو تيكست اون بروبوزيسيون سوبوردوني سيركونستانسييل دو كونسيكونس، اذا تجيب لهم نتوما جمله ديال لا كونسيكونس اللي هي النتيجه. انا رجعت لكم للدرس التيكست، ها هي لا فراز سي بواسون سي كون كولون، دونك هاد اللي درت لهم اطار بالزرق هي الاداه ديال لا كونسيكونس ديال النتيجه. اذا نتوما في الكونسيكونس ضروري خصكم تكونوا تعرفوا لي مويان باش تعرف تجبدهم من النص. اكسبريم لو اوترومون، اكسبريم لا اوترومون، عبر عليها قال لك بطريقه اخرى، يعني عاد دخل فيها مثلا مويان اخرى ديال لا كونسيكونس. مثلا انا حيدت السيكو درت هذه بالغوز تيلمون كو، هذه مويان اخرى كتعبر على النتيجه، ولا تقدروا ديروا في الوسط دونك اذا تقدروا كاع تخدموها. اخر درس خدمت معكم في ليفر ديالكم هو ديال لا كونسيكونس، اللي ما شافوش ضروري خصو يشوفوا باش تعرفوا القواعد اللي عطيتكم والادوات ديال لا كونسيكونس مع اين مود كان كونجوغي اتسيتيرا. Relève dans le texte deux termes aux expressions appartenant au champ lexical de la mer. نجيب دول كلمات اللي عندهم علاقة باش بالبحر. Le sable, la plage, les coquillages, etc. يعني الحق الدلالي ديال البحر. Précise le type des deux propositions. عطاونا واحد لا فراز نحدو شنو هو لو تيب ديالها، واش بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، شنو يعني من الدرس ديال لي بروبوزيسيون. لا مير نو سومبلي با زافوار في لا ديفيرونس، تو زافي لي زيو ديفوري. اذا هنا ما عندنا حتى شي اداه دونك باسكو ا كوز دو بويسكو، ما عندنا حتى شي موان، عندنا هاد جوج نقاط. اذا ما كيكون عندنا دو بوان ولا فيرغول ولا بوان فيرغول شنو كتسمى؟ اون بروبوزيسيون جمله جوكستابوزي، يعني باش كنفرقوا ما بين هاد جوج جمل غير الادوات ديال الترقيم تسمى جوكستابوزي. غي كري لا فراز دون فاسون اكسبريمي لا كوز، هاد لا فراز هادي اللي عندنا جوكستابوزي نعاودوها وندخلوا عليها لا كوز، نرجعوها جمله سببيه. لا مير نو سومبلي با زافوار لا ديفيرونس، انا كتبت عليكم ندخل عليها لا كوز، ندير بويسكو بويسكو تو زافي لي زيو ديفوري، دخلت الاداه ديال لا كوز. خصكم تكونوا كتعرفوا لي موين ديال لا كوز باش ملي تحتاج جمله تحتاج شي اداه تخدم بها. هنا Relie les deux phrases pour exprimer le but.
تربطها بجوج الجمل هادو باش تعبر على لو بيت الهدف. الدروس كلهم اللي انا كنقولهم ديجا انا خدمهم، ضروري ترجعوا القاعده. انا دابا غير كنخدم معكم، انا ماليش الامتحانات، ميمكنش كل امتحان غادي نحبس وغادي نعطيكم قاعده، ولكن نعطيها لكم دابا. ها الهدف بور افان دو، باش نعبر انا على الهدف عندنا لي موين، موين هما دومي الزرق اللي درت بور ولا افان دو بلس انفينيتيف، يعني الفيرب دو سوبوردوني في الانفينيتيف. الموين الثانيين الا درت بور كو ولا درت افان كو بلس سوبجونكتيف، يعني الفيرب ديال الجمله الثانيه سوبوردوني خصو يتصرف ليا في السوبجونكتيف. نشوفوا دابا هاد الجمله، بوكو دو جون بريفير زيميغ تيميغري، يعني بزاف ديال الشباب كيعجبهم كيفضلوا يهاجروا. ايل زاميليور لور نيفو دو في، باش يحسنوا المستوى ديال الحياه ديالهم. اذا هاد الهدف هذا شنو غادي نقولوا؟ فوقاش تنديروا حنايا بور ولا افان دو ملي كيكون ميم سوجي، يعني شي واحد كيدير لاكسيون على قبله، حتى هاد الشباب كيديروا على قبلهم. انا درت دابا بور وبور كيتبعها لانفينيتيف، اذا اميليوري صرفتها في لانفينيتيف، يعني رجعتها في لانفينيتيف. اللي محتاج الدرس ويفهم القاعده اكثر خلي لي كومونتير، عطيني عنوان الدرس نصيفطلو ليا هكا باش تفهم. دابا انا كنعطيكم هنا نموذج تشوفوا صافي، حيت اللي حبست على كل درس وشرحته عيطوا الفيديو. مي لو فيرب اونتر بارونتيز او طون اي او مود كي كونفيان سي، اذا هنايا عندنا سي، اذا هذا اين درس؟ هذا درس ديال ليبوتيز، اذا انا خصني نتفكر قاعده ليبوتيز. سي بلس شنو هذا؟ ريفليشي سي، فاش مصرف في لامبارفي؟ اذا سي بلس لامبارفي في القاعده شنو كتعطينا؟ كتعطينا كونديسيونيل بريزون، اذا هاد غيستي هذا غادي نصرفو في الكونديسيونيل بريزون يعطيني غيستوري. حتى الدرس ديال ليبوتيز اللي بغي يفهمو، حتى الدروس كلهم دايراهم، يعني دابا كنخدم امتحانات، ترجع انت ضروري للقاعده باش تفهم يعني الدروس. مشي انا تقول له راه حيت لقيت انا فواحد المره في كومونتير كتزر بيه وما كتشرحيش مزيان، راه هذا امتحان كنقول كنقول لكم ها شنو كاين، ها شنو كاين. الا بغيتي القاعده كتخلي لي كومونتير غنصيفط لك الدرس، يعني درس واحد في فيديو كامل، يعني كتشوف على خاطرك كتفهم السؤال على خاطرك. اما دابا هكا كتشوفوا نماذج جهويه وشنو كاين. بغيتو نبدا نطول لكم في الامتحان الجهوي ونشرح كل حاجه بوحدو ونتعطل، ما عنديش مشكل. حيت انا كاين اللي كيبقى لا ما تعطلش بزاف، حنا كن على حسب يعني اللي بغيتو نتوما تخليو لي اللي بغيتو في كومونتير، وانا نشوف الاغلبيه شنو باغي ونخدم على داك الاساس. انا ديرنيير كيستيون كومبليت لو طابلو سويفون، هذا الطابلو كيتحط ديما في الجهوي، الجهوي تكون من خدمه تلاحظوا كيتحط انونسي، طابلو ديال انونسي سياسيون، يعني طابلو ديال سياسيون انونسي ضروري هو اخر سؤال، نادرا باش ما كيكونش هذا السؤال هذا. اذا دونك نبداو بهذه الاولى ديال سياسيون، غادي نرجعوا للفوق. هنا قال لك ان بير essaye de convaincre son fils، يعني واحد الاب كيحاول convaincre يقنع ولدو tenté par l'immigration clandestine، يعني كيحاول انه يحرق يعني يهاجر هجرة يعني سرية غير شرعية، de renoncer à son idée، يتنازل على الفكرة ديالو. يعني هذا راه ماشي عطاوك هاد الطابلو هذا عشوائي، راه كيحطوه ديما كيحطوه اغلبية في جوج دروس هاد الطابلو، في ليبوتيز في الفرضية وفي الدرس ديال لا كونسيسيون التناقض. هاد طابلو ديال سياسو انونسي دارو له فيديو بوحدو، اللي تكتب سياسو انونسي وسميت القناه غادي يطلع لك، دايره فيه تقريبا جوج فيديوهات ولا ثلاثه، شارحه مزيان وحاطه كاع الاسئله ديالو اللي كتحط في الامتحان، يعني باش تزيدوا تفهموا اكثر. دابا نعطيكم الجواب، اللي محتاج كل درس في هذا الشيء كيف ما قلت لكم يرجع لكل فيديو بوحدو مخصص باش يفهم اكثر. هنا اب، دابا حنا غادي نديرو انونسي، غادي نديرو انونسي. هاد الاب هذا كيقنع ولدو باش ما يسافرش باش ما يحرقش، شنو غادي يقول ليه؟ اذا اما غادي احنا لينا الحريه، اما نديروها على شكل الايبوتيز كيعطيها مثلا شي فرضيه، واما على لا كونسيسيون تناقض. مثلا سي، اذا درت انا سي، اذا استعملت الدرس ديال الفرضيه ليبوتيز سي تو اميغر، الى الى كنتي ما تصاف الى اذا، يعني فرضيه تسافر تو ريسكوغا طافي، غادي تغامر بحياتك. يعني هنا كيقنعوا انه راه زعما الا حرق راه غادي يموت، كتغامر بحياتك. نشوفوا دابا هادي اللي الفوق انونسي، عندنا شي واحد ديجا هضر، انا خصني نقرا ونفهم هاد الهضره وندير عليها سيتياسيون، يعني شكون اللي قال هاد الهضره كي بارل سيتياسيون، شنو خصني ندير انايا؟ يعني هنايا خصني نقرا انونسي ونقول كي بارل شكون كيهضر، اكي مع من كيهضر، ابروبو دو كوا علاش كيهضروا. اذا هنايا انونسي عندنا جمله شي واحد هضر قالها، انا خصني نجي نقول فلان هضر مع فلان على كذا الموضوع. اذا نقراو دابا لي نونسي، اون بونس كو لا شونس ايد ا لا ريوسيت، كنظنوا لا شونس يعني الحظ انه كيساعد في النجاح. توت فوا il faut reconnaître que sans le travail on ne peut pas réussir،
يعني الحظ كيساعد مي تو تو فوا يعني مي، ولكن الفو ريكونيتر، ولكن خصنا نعرفوا كي سون لو ترافاي، ولكن ان بدون خدمه اون نو بو با ريوسير، لا ما نقدروش ننجحوا. اذا انا غير كنتخيل دابا شنو كدير انت ستياس وحنا ما عارفين شكون هضر، ولكن كنشوف الجواب القريب للهضره، يعني شكون غيكون قال هاد الهضره ولمن غيكون قالها، يعني بحال هكا كنقلب على شي، بحال اللي كندير شي سبرقيقه، سمعت هذا شي واحد كيقول هاد الهضره وانا نمشي عند صاحبتي ونقول ليها شتي فلان راه كيهضر مع فلان وراه كينصحو على كذا، انا عباره عن نصيحه. مثلا نقول شتي احمد راه كيهضر مع كريم، ولا لو بير يعني الاب ديال فلان راه كينصح ولدو، قال له راه الخدمه ضروريه، يعني مش نقول بالضبط شنو هضر، ولا انما نهضر على الموضوع، يعني ابروبو دو كوا، يعني حول ماذا، لا ايش بالضبط هضروا. اذا شنو الاقتراح اللي ممكن نديرو؟ ان بير كونسي سون فيس، مثلا قلت انا اب كينصح ولدو اي لو مونطري لامبورطونس دو ترافاي، كنصحو وكيبين ليه لو مونطري، ولا نقول ابروبو على ايش على هادي، ولا كونسيرنو، ولا نهضر نيشان عادي لو مونطري كيبين ليه الاهميه ديال الخدمه، هي هادي باش الاب هادي وقال له راه الخدمه بلا بيها راه ما يمكنش ننجحوا في الحياه. دونك كيكون عندنا بزاف هاد الامثله ديال طابلو سياسو اون سيغ، غادي نبقى نخدمو معكم حتى هما بزاف.